بكم مع أخبار الرياضة. احتضن استاد البتراء اليوم لقاء فريقي شباب الأردن وذات رأس في افتتاح الأسبوع السادس والمؤجل من دوري المحترفين لكرة القدم، وانتهى اللقاء بفوز شباب الأردن على ذات رأس بثلاثة أهداف لهدفين، ليرتفع رصيد شباب الأردن إلى النقطة 20 ويتجمد رصيد ذات رأس عند النقطة 9. أما في لقاء الرمثة وكفر سوم، خيم التعادل الإيجابي بهدف على النتيجة، بينما تغلب فريق البقعة على الوحدات بثلاثة أهداف نظيفة. أحمد عبد الحليم. ونبقى في دوري المحترفين، حيث تختتم يوم غد الأربعاء منافسات الأسبوع السادس المؤجل، والذي ستنتهي به مرحلة الذهاب بإقامة ثلاث مباريات. ويشهد ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب مباراة فريقي الأهلي والحسين إربد، فيما يلتقي بنفس التوقيت على ملعب الأمير هاشم فريق الصريح والفيصلي. وفي اللقاء الأخير يواجه الأصالة فريق الجزيرة عند 5:30 مساء على استاد عمان الدولي. أول عن طريق اللاعب البديل نهار اجدفات البديل الناجح. كرم المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمي أمس فريق تدريب الكونغ فو من الجانب الصيني، وذلك على هامش تخريج دورة مدربي مهارات القتال باليد، والتي عقدت لدى الأمانة العامة للاتحاد الرياضي في قوات الدرك. وأعرب الحواتمي في حفل التكريم عن فخره واعتزازه بالجهود المبذولة في سبيل تدعيم أطر التعاون المتبادل ما بين المديرية العامة لقوات الدرك والشرطة المسلحة الصينية في مختلف مجالات التدريب. وأكد الحواتمي بأن المديرية العامة لقوات الدرك لن تدخر جهدا في سبيل توفير كافة أشكال الدعم لجميع الرياضيين وفي كافة الألعاب. صرح المدير الفني لفريق تشيلسي جوزيه مورينيو بأنه يشعر بالخزي من مركز الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالخيانة من لاعبيه، خصوصا بعد خسارتهم أمام ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف. وقال مورينيو لوسائل الإعلام أن استقبال هدفين لم يكن مقبولا بالنسبة له، خصوصا وأن أحد أفضل مميزاته هي قراءة المباراة للاعبي فريقه وقراءة الفريق المنافس وتحديد كل التفاصيل حوله، وبالتالي كان تقبل هذان الهدفان صعبا وأشعره بالخيانة. وأشار مورينيو إلى أنه قام بعمل استثنائي خلال الموسم الماضي ورفع مستوى لاعبي تشيلسي لأفضل من مستواهم الحقيقي، إلا أنهم قدموا أداء سيئا جدا هذا الموسم. حقق سان أنطونيو سبيرز فوزا سهلا على يوتا جاز بنتيجة 118 نقطة مقابل 81 في لقائهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. في الربع الأول تقدم سان أنطونيو سبيرز ب 29 نقطة مقابل 15 نقطة، وفي الربع الثاني عزز سبيرز من تقدمه ب 53 نقطة ل 24 لتستمر سيطرته وينهي الربعين الثالث والرابع متقدما ويفوز باللقاء ب 118 نقطة مقابل 81 ليوتا جاز. فازت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز بلقب أفضل رياضية لعام 2015 للمرة السابعة في مسيرتها الاحترافية حسب ما اختارتها مجلة سبورتس إلوستريتد. وأتوجت سيرينا في هذا العام بثلاثة ألقاب جراند سلام وحققت 53 انتصارا فرديا وتعرضت لثلاث هزائم فقط لتحصل على لقب أفضل لاعبة تنس للعام. يشار إلى أن سيرينا ويليامز تعد أول أمريكية تحصل على لقب أفضل رياضية في عام معين منذ 32 عاما.
تغلب بافالو سابرز على مضيفه ديترويت ريد وينكس بهدفين مقابل هدف في لقائهما ضمن منافسات دوري هوكي الجليد الأمريكي للمحترفين. فشل الفريقان في تسجيل أي هدف في الفترة الأولى، ثم تقدم ديترويت في الدقيقة الرابعة للفترة الثانية بهدف أحرزه اللاعب براد ريتشاردز. وفي الفترة الثالثة شن بافالو سابرز هجمات قوية وعدل النتيجة بهدف رايان أورايلي ليتبعه يوهان لارسن بهدف ثان في فترة لاحقة من الشوط ليضع بذلك الفريق في المقدمة، وتمكن بافالو من الحفاظ على تفوقه ويحقق الفوز على ديترويت ريد وينكس بهدفين مقابل هدف. And O'Reilly wins it cleanly. Shot right on, glove down, rebound fired wide. Just the line and comes down. Here's it.